السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد كما كتشوفوا معنا السيول والفيضان خاص أورير أكادير، اللهم بارك. كما كتشوفوا هاد الواد خيال، واد مجهد، اللهم بارك. هاد الواد طول ديالو كبير، وهاد السيول كيديهم البحار إموران، اللهم بارك. واد رائع، واد ممتع. شوفوا تبارك الله، شوف واو 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 واو، شوف واو. يا سلام يا سلام يا سلام. هاد الفيضان اخوتي اليوم الحد اكتشفنا عاصفة رعدية ابتداء من 8 ديال الصباح حتى 12 النهار، وها النتيجة ديالها ديال السيول، اللهم بارك. النعمة ديال سيدي ربي، اللهم بارك. زيد لينا سيدي ربي، زيد لينا الفيضان. واو 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 واو. يا سلام يا سلام يا سلام. هاد الواد راه كبير اخوتي، واد راه ماشي سهل، واد صعب، واد خطير. واخا تشوفو هكا والله العظيم يطيح شي واحد تما تيدي يقول لي يلاه نديك للبحر. ها كاينه الجره تما، عرفت شحال؟ واخا تشوفو هكا راه خطير، والله الا خطير بالله. ها شوف واحد الخنشه، ها واحد الخنشه هي، شوفوا تبارك الله. شوفوا دابا ربما كاين الفيضان بزاف، راه كيوصل الواد حتى لهيه، هذيك الاتجاه كله كيوصلو، ويقدر يوصل حتى لهنا باش نكونوا واضحين. هاي دابا دايرين هذا الحيط باش ما يهاجم على المدينه ديال اورير. اذا ما جوا ممتعه، الشتاء جايه في الطريق حاليا، الامطار غزيره جايه في الطريق، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. وهذا الخير جا في شهر رمضان، شهر الدين، شهر المغفره، شهر الاسلام، نزول القران في شهر رمضان. اذا النعمه ديال سيدي ربي، اذا المده هذه كننتظروها العاصفه الرعديه تجي، اللهم بارك. شوفوا الاخوان، شوفوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله بهذه النعمه ديال سيدي ربي. واو 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 واو، اللهم بارك. اذا اورير كاين في اتجاه الجبوله، ها هما، وتمرخت هي هادي باش نكون واضحين، ورا الواد تما تمرخت هنا اورير. دابا هاد الواد كاين اللي كيقول لي واد اورير، كاين اللي كيقول لي واد تمرخت، وفي نفس الوقت راه كيجي من الفوق، هذا هو الواقع. اذا حاولنا باش نشاركوا معكم هاد السيول، اذا راكم عارفين هاد الشيء ماشي سهل، واجب الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ساعدونا باش نوصلوا القناه 100,000 مشترك. عادي جدا اذا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي، دير ابوني اشترك. اذا كنشوفوا بعض الناس كيشاهدونا كيتفرجوا فينا وما كيقدروش يديروا ابوني مع الاسف الشديد. انا اي واحد تفرجت فيه وعجبني داكشي اللي كيدير كندير ليه ابوني. علاش نتوما ما ديروا لي يد في اليد وتشتركوا في القناه ديالي وتوصلوني 100,000 مشترك؟ عادي جدا، اين هو المشكل؟ انت دخلتي دخلتي، اللهم دير ابوني. كنشوفوا المشاهدات كثيره ولكن الاشتراك قليل جدا، ضعيف جدا. اذا بعض الناس كيجيو يصوروا مع الواد، كيديروا ستوري مع الواد، وحنا جينا باش نصوروا مع هذا الواد ونبارطاجوا معكم هذا الواد خيالي، هذا هو الجلب الصح، اللهم بارك. شوفوا تبارك الله، واو واو واو. كاين هذيك الاتجاه، راه كاين واحد الواد اخر، ها هو بان لكم، ها هو، ولكن هنا كله واد. واحد الحاجه، شوف اخوتي، شوف واحد الحاجه، شو انتهى الواد، شوف واو واو، جرها الواد. قال لها الواد يلا نديك راه غادي للبحر. فين غادي؟ غادي للبحر إموران. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم، ونتمنى الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، اللهم بارك. اجواء خياليه، اجواء ممتعه،
امطار غزيره نزلت في اكادير والنواحي ديال اكادير وحطات هاد السيول. اللهم بارك. واو 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 واو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هاد النعمة ديال سيدي ربي. اللهم بارك. فيضانات خطيرة خاص في أكادير. سيول قوية مدينة أكادير والنواحي ديالها. اكتشفنا أمطار غزيرة وقوية في طنجة تطوان شفشاون. أما بالنسبة لأكادير عادي جدا. 100 ملم في طنجة في تطوان شفشاون الفنيدق المضيق. هاد المناطق كلهم فيهم عواصف رعدية أزيد 100 ملم. الحمد لله. إذن أنا رأيي الواد جالورمان هذا هو الواقع، حيت بعض المرات كيشد من لهيه حتى لهنا كيجي خطير. إذن هاد الفيضان لورمان، وهاد الفيضان فين جابهم؟ جابهم في الجبولة. هذا هو الواقع. وهذا الواد يقدر يستمر بعد ساعات، يقدر يستمر يومين ثلاث ايام عادي يجوز. وإلا كان امطار غزيره رجعت من جديد هذا الواد يقدر يستمر اسبوع، ما غاديش يسالي مده اسبوع. ونتمنى امطار غزيره ترجع من جديد باش نرجعوا نصوروا الواد من جديد. ايوا نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش توصلوا جميع الاوديه. غادي نديروا مجهودات ديالنا والفيضان من طنجه الى القويره العزيزه حتى بالنسبه للصحراء المغربيه تكون عندنا الوقت باش نصور لكم الاوديه ديال الصحراء المغربيه. وكنتمنى الحلم ديالي يتحقق هو نصور لكم واد ديال الصحراء المغربيه واد الدرعا كيتواجد بين اساسك وبين المحبس قبل ما توصل الزاك بين اسا والزاك. كيتواجد اكبر واد خاص في الصحراء المغربيه. نتمنى هذا الحلم يتحقق ليا ونمشي نصور لكم واد الدرعا ملي يجي فيضان بحال هكا. واو 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 واو. عرفتي تسول واد الدرعا قداش؟ واو 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 واتا طوندونس. غيولي بزاف هو الاول في طوندونس. اي حيت هذيك البلاصه ما صورها عمر شي واحد صورها هذاك الواد. والدرعا راه شي حاجه كبيره، راه مشهور في الصحراء المغربيه. هذا هو الواقع علي خويا. اذا نتمنى التشجيعات ديالكم، نتمنى البارطاج ديالكم اخوتي. اذا اشوا هادئه اشوا خياليه. اذا شهر رمضان بعد الناس صايمين، دابا قريب وقت الفطور وفي نفس الوقت الناس قلال اللي كيجيو للواد. رمضان لو كان ماشي رمضان تشوف الناس بزاف يجيو يصوروا مع الواد. هانتوما كتشوفوها، شوفوا تبارك الله، شوفوا الجره. واو 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 واو، شوفوا تبارك الله. اللهم بارك. تحياتي أكادير المغرب.